لكن عندي موضوع تاني مهم للغاية، أن مجلس الوزراء ومعالي المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال العبارة الآتية عشان تعرفوا إزاي وزير الشباب والرياضة بيجامل مرتضى منصور وإزاي الدولة ساكتة عنه، ساكتة عنه في موت طفل اللي هو محمد الريد، شهادة حق هنقولها لله. قال ايه النهاردة معايا المستشار نادر سعد؟ قال ان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وافقت على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم وبدء الهيئات الشبابية والرياضية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، التدريبية والترفيهية. يعني انت النهاردة لسه، انا قلت لكم لحد حمامات السباحة ما اتفتحتش لما مات الطفل، النهاردة رئيس مجلس الوزراء بيعترف بده والمتحدث الرسمي بيعترف بده. طب اين وزير الشباب والرياضة من إحالة هذه المخالفة الجسيمة هي فتح حمامات السباحة اللي أدت إلى وفاة طفل وانت فتح حمامات السباحة؟ يعني ازاي اصلا اشرف صبحي ما يتدخلش في موضوع زي ده ويحمي الناس من هذا الامر؟ انت فتح حمامات السباحه ليه اصلا؟ دي مخالفه مش تحل مجلس، دي تحاكم مجلس. لكن الناس بتخاف من الصوت العالي، وهو كلام المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء. بقوله لكم النهارده اهو كام 9 النهارده 14 9 اهو يا سيدي، نتاكد بس عشان ايه لو في بلاغ ولا حاجة نبقى عارفين. 14/9 الاثنين 14/9 النهاردة اهو لسه رئاسة الوزراء بتقول افتحوا حمامات السباحة الترفيهية للأعضاء. يعني طيب الراجل اللي مات، الشاب اللي مات، الصبي اللي مات 4 شهور 4 سنين سوري، ده ظلم كبير جدا 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 لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وإهمال كبير جدا 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 من إدارة الزمالك ومن وزير الشباب والرياضة اللي بيمثل الرقابة على كل الأندية، اللي بيمثل الرقابة على كل الأندية. مفترض يبقى في تحقيق، في إجراء. روح ماتت، نفس بشرية ماتت، كل الناس هتسأل عليها، فاش هزار دي؟ لا هي فاول ولا هي ضرب الجزاء، ده روح ماتت وأصلا ممنوع فتح الحمامات، وتم فتح الحمامات، حمامات السباحة للأعضاء والأطفال رغم إن مفيش أصلاً حاجة بالشكل ده، مفيش قرار، ولسه القرار صدر اليوم 14/9 بفتح الحمامات للترفيه أي للأعضاء، أي للأعضاء. فالكلام ده أنا بقول عاوز أقول على حاجة تانية. النهاردة أسوان كسب طنطا 4-0 في أسوان، المصري كسب الحدود 2-1، بكرة يلعب المقاصة ونادي إف سي مصر والمقاصة ما